Le Conseil ordinaire des ministres, en sa séance du jeudi 31 octobre 2019, عقد مجلس الوزراء جلسة العادية هذا الصباح الخميس 31 من أكتوبر 2019 حيث ناقش مشروعي قانون مقدرة الجمعيات المحلية واللا مركزية، كما قدمت وزارة البترول والطاقة مشاريع قانون. أما فيما يتعلق بالمشروعات والقانون المقدم من وزارة إدارة الأراضي تحت رقم 033 بتاريخ 22 يوليو لعام 2019 المتعلق بقانون الانتخابات، حيث تم تقديم النصوص القانونية الناتجة من المشاورات والجلسات المنتظمة والدائمة مع الإطار الوطني للحوار السياسي CNDP واللجنة الوطنية للانتخابات المستقلة المعروفة اختصارا بسيني، حيث درس المجلس هذين المشروعين بإسهاب حول موضوعين مقررين بتحديد المدة لإجراء الانتخابات وأيضا المهلة المقررة لكشف السجلات وضبط الأمن وطريقة توزيع الفرص للرجال والنساء والمشاركة في الانتخابات التشريعية والمحلية والإعلان عن مدة قبول المترشحين. نذكر أن هذه المبادرة تساعد على تنظيم أنشطة انتخابية حرة ونزيهة وديمقراطية مطلقة في المدة المقررة لها وإجراءات تسييرها وفق الرغبة السياسية لرئيس الجمهورية الضامن لمقررات اتفاقية 13 من أغسطس لعام 2007 والتي تؤكد الترشيد الإداري بطريقة ديمقراطية، ولكي تجرى هذه الانتخابات وفق رؤى ومقررات التوصيات الصادرة من المنتدى الوطني الشامل. أما النقطة الثانية من مشروع قانون القاضي بتنظيم وتشكيل الجمعية الوطنية المقررة بنظام التسوية المعدل بقانون 022 الصادر بتاريخ 2 من أكتوبر لعام 2000، وبعد مناقشات مستفيضة حول هذه النقاط فإن قرار المجلس على جعل 161 مركز من ضمنهم 5 مراكز خصصت للرحل. أما فيما يتعلق بمشروع قرار القاضي بدراسة مشروع حول تنظيم وتسيير سلطة تنظيم الأقسام للطاقة الكهربائية، حيث درس المجلس بوضوح ورأى رضوخ السلطات العليا وإلمامها بالحصول على نسبة تتجاوز 50% لمستوى الحصول على الطاقة المشار إليها في إطار رؤى البلاد المحدد في عام 2030 والمتعارف عليها بتشاد التي نريدها. ولأجل تنظيم هذا القطاع المخصص للطاقة فقد أسست بمرسوم يحمل رقم 036 الصادر بتاريخ 26 من أغسطس 2019، وهي مؤسسة عامة لها صفة إدارية مستقلة ويعين شخصياتها المرجعية بطريقة استقلالية وإدارية، وهي مكلفة بتنظيم الأنشطة الإنتاجية كالنقل والتوزيع وترشيد النظم في طريقة التصدير والاستيراد وتسويق الطاقة الكهربائية. أما المشروع الثاني القاضي بتنظيم وتسيير الوكالة التنموية للطاقة في الريف، فإن وزارة الطاقة قد وضعت لهذه الوكالة المعنية بنفس المرسوم 036 الصادر في 26 من أغسطس 2019، ولها نفس الدستور ولائحة تكلفها بالبعثة للتنمية وتوزيع الطاقة الريفية وتطوير شبكة الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة. أما المشروع الثالث يحدد نوعية الشبكة الإنتاجية للطاقة وأيضا يحدد الطريقة للحصول على الشبكة، وذلك أن الدستور يخيل للزبائن ماهية الوسيلة التي تتعامل الشركة مع القطاعات الداعمة، فإن البعثة الإدارية للشركة وقدرتها ونوعيتها في تغطية وتوزيع كل الأنظمة الخاصة بالإعلام لهذه الشركة. أما النقطة الرابعة من المشروع المحددة لشروط نقل الطاقة وإنتاجها عبر الطاقة المتجددة وطريقة تسويقها والإجراءات المصاحبة من التوزيع بواسطة التصاريح، ويتم ذلك بالأسس القانونية المعمول بها ومراعاة الجوانب الشخصية والعقلية التي تؤهل العمل في هذا القطاع، وتلزم كل الإجراءات الخاصة بالمجال الفني والتقني والقانوني والتجاري. أما النقطة الخامسة والأخيرة لهذا المشروع المقدمة من وزارة البترول والطاقة المحددة بشروط ومستوى لإصدار التصريح لإنتاج الطاقة، وهذه تطابق كل الإجراءات الواردة في قانون 036 الصادر في تاريخ 26 من أغسطس 2019.
فإن هذا المشروع أدرج في مجلس الوزراء بطريقة قوية وشديدة، وأن المعايير التي يحصل عليها الإنسان على التصاريح والإنتاج والخطوات التي يجب اتباعها، هناك نظم معمول بها والشروط المنصوص عليها في طريقة تشكيل أساليب الإنتاج. وقد وضع هذا المشروع في المجلس تحت وزارة إدارة الأراضي والسكن والتمدن، وعليه فإن الوزارة فقد قررت إلقاء صفة التشريف لصالح مجموعة ADDOH وتخصيص أرضية مساحتها قدرت ب 25 هكتار بحارة طريق ونجو قسم رقم 1 بالدائرة الخامسة. وعلى هذا الأساس جاء المرسوم الرئاسي رقم 1520 الصادر بتاريخ 11 سبتمبر 2019، يلقي بذلك المرسوم رقم 295 الصادر بتاريخ 8 من مايو لعام 2014 الذي يمنح المجموعة 4 قطع أرضية تصل مساحتها 36 هكتار بمدينة أنجمينة، وأن القطعة الخامسة للأرض الإضافية أدرجت للمناقشة في مجلس الوزراء المنعقد في 31 أكتوبر 2019، وسينطبق عليه نفس الإجراءات والترتيبات في القطع الأربعة السابقة. بدأ المجلس في 10:00 صباحا وانتهى في 11:20. commencé à 10 heures, la séance a pris fin à 11 heures 20 minutes.